من أستاذ محمد حمدي، يعني محرج جدا إن أي حد يتكلم في الشخصية بتاعته عشان تبقى مفاجأة للناس ويبقى الشغل يبقى كويس وكده. فعشان كده أنا مش هقدر أكلمك أقولك على الشخصية، بس كل اللي أقدر أقوله إن أنا مبسوطة جدا. إن أنا طبعا أنا كنت خريجة ورشة خالد جلال وعملنا عرض بعد الليل، وبعدين كان أستاذ محمد حمدي جه اتفرج علينا هو ومدام وفاء. وبصراحة أنا حظي حلو إن أنا أشتغل مع مخرج محترف، أنا مصممة إن هو مخرج محترف يعني زي أستاذ محمد حمدي ومدام وفاء. طبعا مدام وفاء مش بس ان هي بتشجع الناس، لا دي او الناس اللي هي طالعه، لا مدام وفاء بتقف وراهم قلبا وقالبا، يعني بشكل مش ممكن تتخيليه، يعني مش موجود دلوقتي او في ناس كتير ممكن ما تعملهوش. وده انا بقول ان هو مدرسه من مدارس اللي هو الفن الجميل اللي هيفضل موجود عند ناس معينه، ان هي دايما الناس بتبقى او ممثلين او ممثلات بيبقوا عايزين دايما يطلعوا الناس الجديدة معاهم ويخلوهم أحسن حاجة علشان العمل كله يبقى كويس. غير بقى توجيهات أستاذ محمد حمدي، غير الكرو كله، لما بتبقى الروح فيه حلوة ده هيطلع على الشاشة أنا متأكدة، وإن شاء الله خير.